الكويتي الكويتي ياهو عين نزل بجانب حسون ابو مليار يلا خليه فوق سكي سكي والله على مود المظاهرات التحرير يعني اريد شلون مساعده المظاهرين اللي يوقعون لا اكثر ولا اقل. والدتي يعني تقول لي ليش تروحين يعني ابقي ليش تردين شيء وخاصه عائلتي الكبيره مالتهم الوحيده لهم الباقي هنا. هاي وحده. شغله ثانيه هنا هواي تعرضت للتهديدات بس كلها ما وقفتني هذا الشيء ما يوقفني وتاشي الشغب صح خداني بس كل هاي ومصر انه ابقى هنا. والله محتاجين اسعافات اوليه لانه ماكو قلت كنا كلش صار شحه بيها مو طبيعيه يعني عندي مفرزه قلت بيها المواد الاسعافات الاوليه يعني هذا اللي نطالب بيه ساعدونا بيها. اريدهن يتظاهرن بقوه ما اريدهن يتراجعن. حال احنا يعني ما نريد نتراجع حالنا حال الرجال نريد شان نبقى احنا هم موجودين احنا يعني شان ككادر نسوي نريد نبقى بايد واحده باقين ومستمرين ايد واحده. اللي قاعد نواجهها انه اكو ناس من الاحزاب قاعد يجون يتقدمون علينا باماكن عملنا قاعد يحجون علينا وعلى دورنا وضغطون علينا من كل الاحوال حتى لما كنت نعالج واحد من الشباب يعني يظلون يدخلون ما تعرفين او انت مره ما تقدرين تعالجين يعني وتهديدات ما عدا اللي نتعرض اكثر من مره الملاحقات وتهديدات على التليفون ويجون الاهالينا هم. بالعكس هاي جرعه مال نشاط اعطونا اياها نزيد اكثر وما نستسلم وما نتراجع مننا ابدا. عكس هوايه نسوان هنا دساند الولد اكثر من بعض الناس اللي قاعدين اللي هم مختصين. صح اكون انا دكاتره مختصين عندنا بس مو مثل البقيه يعني هي معارضه حياتها للخطر ومتقدمه ورغم التهديدات ورغم اهلها وكل شيء متقدمه اللي قدام هناك. اقولهم اتمنى انهم ما يستسلمون ويبقون هنا حتى يعني التهديدات هاي متعودنا عليها اما الضرب هم متعودنا عليها صار شيء اعتيادي هذا الشيء. احنا الاول مره من 17 سنه نقدر نحكي ونطلع صوتنا فاتمنى من عندهم ما يستسلمون ويظلون باماكنهم وثابتين يعني اذا عاد تهديدات ما يقدرون يسوون شيء اذا ظلينا احنا ايد بايد وما تخاربنا بين بعضنا. انه فقط بالدخوليه اللي هنا والتعقب اللي يجينا من قبل الاحزاب ومن قبل الجيش اللي بالنقب فقط وعقليه الناس
اللي ما تقبل احنا على المتظاهرين او ما تقبل على سلميتنا او ما تقبل على مولتنا اللي احنا دنواجهه طالعين على موجه. نحتاج مستلزمات كلش هوايه من ضمنها الماسكات النورمال، عندنا الجوز، الشاش رول، البونديجات، عندنا اجهزه الاكسجين، مرات عندنا يصير عندنا نفض، عندنا هواي مستلزمات. هاي عراقيه، هاي واحد ثاني شيء، هذا بلدنا مستحيل الواحد يتراجع. طالعين على قضيه من البدايه للنهايه انه لازم تكمل. والله أنا واحدة من النساء العراقيات تهددت، والشباب الموجودين الخيرين بالتحرير ما قصروا يعني صراحة. الدافع اللي يخلينا نوقف وياهم روح حب الوطن. لو ما حب الوطن هم ما يطلعون هاي الطلعة وتاركين بيوتهم وشغلهم ومصدر عيشهم، أولادهم، زوجاتهم. هي الغيرة العراقية والحب الوطن الأساسي، حب الوطن. إذا ما عندك ولاءك للوطن أنت مو وطني، أنت مو عراقي. أكو مثل عندنا يقول الشجرة المثمرة تقذف الحجارة. فالأم العراقية والمرأة العراقية هي حلاوة المجتمع. كل أم هي حلاوة بيتها وحلاوة مجتمعها. أنت اليوم تشوف شجرة مثمرة راح تغار، أنت ما عندك إثمار إلها، ما عندك إثمار وجودة مثلها هي، أكيد راح يصير بها إحباط وغيرة الموضوع. فأكيد الشجرة المثمرة تقذف. فالمرأة العراقية من يقول لك عورة، لا مو عورة، هذا ابني وهذا أخويا وهذا زوجي وهذا أبويا، كلها واقفة ما أوقف وياهم. أنا عورة بالنسبة لأولادي؟ لا مستحيل مستحيل، أنا أكاتفهم وأوقف وياهم. أولاً أقول لهم لا تخافون، كل شيء ماكو، وإحنا قادرين أن نغير. اللي قادر يغير رئيس وزراء، قادر يغير وطن، قادر يغير كادر كامل، اللي هي عزيمة المرأة العراقية، قوتها. تعالي شوفي إخوانك وأولادك هنا، تعالي شوفيهم شلون واقفين، تعالي شوفي الشباب وروح التعاون بيناتهم، تعالي باعي الألفة، محبة. يعني اليوم أنا عندي ذاك ما عنده، واحد يساعد الثاني، واحد يسهل أمور الآخر. فيا أختي، يا أمي، يا جارتي، يا صديقتي، وجودك ملح لهذه القعدة الحلوة اللي هي بساحة التحرير ويا أخواننا وأولادنا. باقين ومستمرين إلى تحقيق مطالب شبابنا مو إحنا. حمد بتكتب للمستشفى. كنا نطالب بحقوق، فدافعنا انه تتحقق مطالبنا، فكنا طلعنا بحقوق. كل واحد بينا ما ماخذ اي حق من حقوقه، لهذا طلعنا للحكومه حتى نتظاهر بحقوقنا. انا طلعت من يوم 25/10 لحد هسه مسعفه، نداوي كل الجرحى باي مكان بالضرب، نداوي بصوره عامه. من قبل المظاهرات المراه تواجه هواي صعوبات في المجتمع من خلال تمارس اي شيء. بس هاي الثوره مو بس كانت ثوره يعني على الحكومة، صارت ثورة فكرية انه تغيرت الفكرة عن المرأة. فلهذا الضغوطات اللي واجهناها من الاهل، خاصة بعد هاي الخطورات انه نواجه خطورات، فالاهل يرفضون، مع ذلك احنا نستمر. يعني نواجه خطورة من الشغب، انا شخصيا شغب مرة اخذوني، بس مع ذلك هم نستمر. والله احنا صراحة اكثر شيء نحتاج الامان لنفسنا، لان يعني ابسط شيء واحد يرجع بالطريق يشيلوه. ثاني شيء نحتاج دعم طبي، يعني قبل كان الدعم الطبي كلش قوي، هسه حاليا قل.
والاصابات دا تكثر، فلهذا نتمنى انه يجهزون دعم طبي اكثر. اول شيء اني كل امراه حضرت من بدايه الثوره لحد هسه ونعرف هي شنو واجهت، لان انا مثلها واجهته، هي ثوره، هي عظيمه، هي اعظم مرأة على بقعه الكره الارضيه، لان هي واجهت صعوبات ما حد يقدر يتحملها، وان شاء الله تستمر. الدافع هو دافع، احنا نريد وطن، والوطن انت تعرف احنا من وراء الحراميه والحكومه والناس اللي مستغلين البلد صار 13 سنه، يعني بلدنا مو بلد بسبب الناس الحراميه، هذول شبابنا شنو ذنبهم؟ فاني طالعه اساند الشباب وابقى وياهم لاخر قطره دم، احنا موجودين هنا وان شاء الله ما ننسحب، ننتصر او ننتصر. طبعا اكو هواي ضغوطات، تعرف اولا ضغوطات الاهل، الاهل يخافون علينا، بس احنا ما نقدر يعني ما نتخيل اذا ما نوقف وياهم يوم واحد، والله من ما اجي اني يعني فشي صعب عندي، وتعرف الضغوطات اللي هي الاحزاب والحكومه والتهديدات، رغم ذلك احنا مستمرين وان شاء الله الله ويانا. احنا نساند هنا الثوار، وشغلنا احنا دول ولدنا اخواننا شبابنا كليتنا، زين مو مثل بعض الشباب اللي نايمين بالبيت وضامين روسهم، واحنا اللي طالعين ماكو 2%. اسعافات اوليه، اوكي، قاعده اداوي الجرحى، وبالاضافه مو بس اسعافات، الاقدر بي حتى الطبخ قاعده اسوي للاخوان اللي هنا الموجودين بالساحه، حتى بالمرات اشارك بغسل الملابس مو بس هاي، فكلهم قاعده اشترك بكل حاله وياهم. لا هذا يزود من معنوياتنا، وقاعد نثبت شنو دور المراه بهذا الشيء، وثبتنا هذا الشيء، واشوف الثوره مالتنا نجحت لان اكو كادر نسوي كلش هواي. احب اوصلهم رساله، اذا تقدر بيتها تساعد اي واحد، يعني ما عنده يعني الظرف هسه ما يساعد، تقدر تساعده بالامكانيه، تقدر من صديق من عرف، فتحاول، لان الوضعيه ما قاعد تساعد عند الشباب، الوضعيه كلش تعبانه. داري كأم، كمسعفة، كصديقة، كأخت، كأم لكل شبابنا الموجودين، كأخت الكل موجود بالساحة، احنا ان شاء الله ما نتراجع وباقين، وعزيمتنا واحدة، قلبنا واحد، وإيدنا واحدة، ما يهمونا احنا شقد ما ضغطوا علينا، نضربه ونكتله وندبحه ونصلخه ونتجاوزه. أم العراقية من تجي للساحة يعني هذا فخر، فخر الكل شخص موجود بالساحة، واللي موجودين يسمعوني أنا معلوش، وعزم أخواتي اللي موجود بالبيوت يطلعن يساندن أهاليتهن اللي ولدهن واللي أخوتهن واللي هم من عندنا وبينا، وإن شاء الله إيد واحدة وقلب واحد وعمر واحد، ونبقى للعمر كله وما نفشل، وإن شاء الله نخلي الوطن أحسن وطن. والله هسه حالياً بوقت الحالي يعني إسعافات ماكو، لأن هواي دا يجونا جرحى، هواي يعني مصاويب ورمي حي وشظايا وصجم، يعني تجي من أشكال، حتى اللي يكضونا ما يرحمونا، يضربونا سكاكين وهواي شغلات يسوون بي، يجينا يعني مو تقول اللي راح، لا اللي يجينا يجيبونا ببطانية،
يجيبونه بإسعاف، يتلقونه ياخذونه يداوونه، يظل جرحه يعني شو اقول لك، الله اللي يدربي، الله اللي يدربي. ان شاء الله باقين ما نقول لك احنا يعني اذا الله راد وخلانا طيبين وعدلين، ان والاولادنا والاجيالنا تبقى هذا الوطن، ونسوي ونسوي ونصير ان شاء الله. اول شيء اخواني من اهل الانسانيه، وهذا دافع يعني كلش كبير. وثاني شيء حتى اغير مستقبل اولادي، وثالث شيء لان شبابنا هنا محتاجين. والله هو يعني عادي، يعني مثل حالي حال اي ام عراقيه، ضغوطات البيت، واحد يوفق بين شغله ودوامه ووظيفته وبين التحرير. زوجي مساندني، ما عنده اي معارضه، بس اهلي يخافون علي، اخواني امي يعني توصل مشاكل واسبوع يزعلون ما يحكون وياي، بس حتى ما وصل هنا. اكو بنات هنا من الصبح لليل يداوون ويسعفون، وصرنا علاقتنا علاقه اهل. استقبلنا احنا بالشهر الخامس. العتب 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 على العقول الصغيره اللي تشوه سمعه البنات او الطبيبات او اي بنيه مسعفه بالتحرير. يعني حالفه انه الاخير يوم ما ارجع، والى ان يرجع اخير متظاهر يلا نرجع. وش ما يسوون، مستحيل نرجع. احتراما لدم الشهداء، احتراما لاهالي الشهداء، احتراما لقلب كل ام وكل اب وكل زوجه على زوجها اذا استشهد او ابنها، والكل جريح وكل واحد راحت عينه او تعوق بسبب هاي الاجواء اللي صارت. ثالثي هي انه سوي اللي تقدر عليه، تعال للتحرير، ريح ضميرك، راح يجي يوم من الايام تندم لانك ما ساعدت. اذا تقدر تساعد تعال، حتى لو تسعف لا تشتغل، بس تعال تواجد، سجل حضورك بالتحرير، على الاقل سوي شيء لمستقبل اولادك، ما يصير مستقبلهم مثل مستقبلنا احنا التعبان. باقين ومستمرين الاخير ان شاء الله. صار عليه صار.